relative pronouns عندنا موضوع ضمائر الوصل. ضمائر الوصل شنو؟ عندنا who, whose, where, which, that. عندنا relative clause عبارات الوصل. عبارة الوصل تكون نوعين: defining relative clause يعني عبارة وصل معرفة، و non-defining relative clause عبارة وصل غير معرفة. طبعا إذا ما نجي على التمرين ما راح تعرفون شنو معنى هذني. نجي هنا على المثال: The man who lives next door has just died. عندنا هذا الهو شي يسمونه؟ يسمونه relative pronoun، ضمير وصل. هذا يسمونه ضمير وصل لأن يربط جملتين. The man who lives، الرجل الذي يعيش، next door بالباب اللي بصفنا، has just died، قد مات توا. هذا الضمير يعبر عن منو؟ عن الزمان. عندنا بغداد which is، بغداد which is the capital of Iraq، بغداد التي هي عاصمة العراق، is a nice city، هي مدينة جميلة. هسه who و which، عندنا هنا هو which يسمونه؟ يسمونه relative pronoun، ضمائر الوصل. هسا عرفتي ضمير الوصل شنو؟ هي هو which، وإذا هنا أكو ظرف مكان مرات نقول where. عندنا whose و that. عبارة الوصل شنو؟ عبارة الوصل تبدي من ال who lives next door وتنتهي when، عندما يبدي بالجملة فعل جديد. هسا من نجي نقول the man who lives next door، هاي كل هاي العبارة شي يسمونها؟ يسمونها عبارة وصل. مثلا بغداد which is the capital of Iraq، بغداد التي هي عاصمة العراق، هاي يسمونها شنو؟ عبارة وصل relative clause. ضمير الوصل يتكون من كلمة واحدة اللي هو who, whose, where, which, that. أما relative clause العبارة مالتها تتكون من عدة كلمات، من عدة كلمات تتكون شنو؟ عبارة الوصل. يقول عبارة الوصل يكون على نوعين: عندنا معرفة، هاي العبارة يسموها معرفة، وعندنا عبارة يسمونها شنو؟ غير معرفة. شلون نعرف معرفة؟ من أقول the man who lives next door، أني أجي إذا أني وخرت هاي عبارة الوصل، حذفتها من الجملة، أقول إذا حذفتيها من الجملة، الجملة يكون إلها معنى بدون هاي العبارة؟ أجي زين أني أوخر who lives next door، يبقى شنو؟ The man has just died، الرجل قد مات توّن. أنت تعرفين أني يا رجل؟ أقول لا، أني ما أعرف من الميت. من أجي أوصف لهذا الشخص أقول الذي يعيش بجوارنا أو بالباب اللي بصفنا. من أني وصفت هذا الوصف شنو؟ أعطاني وصف الرجال الميت، فأني من أعطيتك الوصف هاي العبارة يسمونها عبارة وصل معرفة. الجملة الثانية: بغداد which is the capital of Iraq is a nice city. أجي شلون أعرف عبارة الوصل ياهو اللي يسموها relative clause؟ تبدي من هذا، من ضمير الوصل اللي هو شنو؟ which. which is the capital of Iraq، هاي كلها يسمونها شنو؟ relative clause، هاي عبارة وصل يسمونها. زين هاي عبارة الوصل هل هي معرفة أم غير معرفة؟ حتى أعرف معرفة أو لا أحذفها من الجملة. من أحذفها من الجملة؟ أشوف تأثر على معنى الجملة، أني هسه هاي أحذفها من الجملة، أقول بغداد is a nice city، بغداد هي مدينة جميلة. أكيد أني من أقول بغداد هي مدينة، أنت عرفتي بغداد، أكو واحد ما يعرف بغداد شنو؟ بغداد هي مدينة. ماكو داعي أقول بغداد التي هي عاصمة العراق هي مدينة جميلة. ولهذا من شفتي الجملة تكمل معناها بدون هاي العبارة، هاي يسموها عبارة غير معرفة. يسموها شنو؟ عبارة غير معرفة، لأن ما تتأثر بمعنى الجملة، وبدونها تكون الجملة مفهومة. ودائما يقول بالجملة اللي بيها عبارة غير معرفة تكون فارزة قبلها وبعدها، يعني هنا خلي فارزة وهنا خلي فارزة. إذا شفت أكو فارزتين
بالجملة معناها هاي العبارة غير معرفة، أو أنا أنطيك إياها بدون فارزة، أقول لك خلي لي فارزة أو لا تخلي لي، أنت شلون تعرفين؟ تجين تباعين على الجملة. إذا هاي العبارة إذا أنا حذفتها صارت الجملة مجهولة المعنى، معناها هاي شنو؟ عبارة وصل معرفة ما تحتاج فوارز. أما إذا جيت وشفت هاي العبارة وخرتها وشفت ما تأثر على معنى الجملة، هاي يسموها عبارة غير معرفة. والعبارة الغير معرفة دائما أكو قبل الضمير فارزة، وبنهاية هاي الجملة عبارة الوصل فارزة. شلون أعرف انتهت هاي عبارة الوصل هنا تنتهي؟ لأن يقول دائما تنتهي قبل ما أبدي بالجملة اللي وراها. مثلا أنا من أقول is, has, are أو يبدي فعل، بداية الفعل يكون نهاية هاي العبارة.